نادي الزمالك، نائب رئيس النادي المستشار احمد جلال ابراهيم، المهندس هاني زاده عضو مجلس اداره، كابتن ايمن حافظ مدير الكوره، استاذ شريف مصطفى نائب المدير التنفيذي، وبكره رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، كابتن اسماعيل يوسف عضو مجلس اداره ومشرف عام على الكوره، واحمد مرتضى منصور عضو مجلس السابق وابن رئيس النادي. كل دول مسافرين عشان القرعه. هيطلع رئيس الزمالك يقول لك انا مسافر على حسابي، مفيش مشكله تسافر على حسابك. في ناس راح عايزه تعمل عمره، مفيش مشكله، ما انا ممكن اعمل عمره ولازم على القرعه، لازم على الدعوه. سبعه يسافروا ليه يا جماعه؟ ليه سبعه يسافروا؟ هو مجرد والسبعه يحضروا القرعه ليه؟ هل الموضوع ده يعني موضوع جلل كبير كده ان كل دول ده في افريقيا ما حصلتش؟ ده لما تكون القرعه في مصر في بطوله افريقيه والقرعه في مصر بيروح اتنين. على العموم عشان تعرفوا بس المعلومات، مستر جروس هل هو مضى ولا ما مضاش؟ قولا واحدا اللي وهتعرفوا الكلام ده مع ماهر جنينه بعد شويه، اللي عمل بدايه المفاوضات هي السعوديه، لان هو كان ماسك اهلي جده في ذاك الوقت وعمل بطولات، وبعد كده رجع تاني قعد 3 شهور وتم اقالته، وبعد كده رجع ومن ساعتها ما بيشتغلش. لكن جروس مدرب كبير وتاريخه كبير وكل حاجه، لكن لم عمره ما درب في القاره الافريقيه. طيب جروس موجود في الجونه وهيسافر الخميس. طيب هل مضى ولا ما مضاش؟ ما مضاش. ليه ما مضاش؟ بكره الوفد ده هيروح هيقابل مستشار تركي آل شيخ، هيعرف مستشار تركي آل شيخ هيتحمل ولا مش هيتحمل. نمره اتنين، نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك مش عارف ياخد فلوس ويتعاقد مع جروس عن طريق فلوس النادي الا باجتماع مجلس اداره رسمي، وده اللي رفضه رئيس نادي الزمالك انه يعمل مجلس اداره رسمي، لانه مش عايز هاني العتال وعبد الله السعيدي يكونوا موجودين في اجتماع المجلس. وده اللي حصل النهارده. النهارده بعض المواقع كاتبه عبد الله جورج سوري بعض ان اللعيبه راحت اتخانقت مع اللجنه الماليه. هي الحقيقه ان مدير الكوره عن طريق رئيس النادي قال للعيبه روحوا يا جماعه خدوا فلوسكم من اللجنه الماليه النهارده، فاللعيبه رايحه انها تاخد فلوسها، فاللجنه الماليه قالت لهم لا، ما هو ما حدش بعت لي، ما اقدرش اصرف لكم فلوس من غير ما يبعت. فمن الواضح ان كان في خناقه يعني، وبكره بقى لسه هيبعتوا عشان اللعيبه تروح وتقبض من اللجنه الماليه. وفعلا اللعيبه اتخنقت من اللجنه الماليه، وانتوا قرفتونا وانتوا تعبتونا وانتوا جايين ليه وانتوا وانتوا. والصراحه عشان اكون منصف، اللي بيحصل مع نادي الزمالك، شوف انا 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 ولا مع مرتضى ولا ضده ولا مع ولا يعني مع اشخاص، انا بقول بحق ربنا اللي بشوفه. نفسي اعرف وبسال وزير الشباب وبسال النيابه وبسال باحترام باحترام، ما بتكلمش حاجه، انا ابويا كان مستشار يعني، نعرف يعني ايه قانون، كنت في كليه حقوق يعني. فاسال سؤال، الى متى هذه اللجنه الماليه وليه؟ انا دلوقتي لو بحقق في اوراق قديمه هل هقعد كل ده احقق في اوراق قديمه؟ اوراق قديمه، هل ينفع جماعه عموميه بتنتخب مجلس اداره ما بيبقاش موجود كل ده؟ ملوش صفه. طب يعني هل هي جريمه قتل؟ هل هي فيها اعدام؟ يا جماعه لابد ان يكون حل، لابد ان يكون في قرار فوري، لا المجلس ده يفضل، لا المجلس ده ينحل، لا يطلع يقولوا فيه فساد، لا يطلعوا يقولوا ما فيش فساد. هو الموضوع صعب قوي كده؟ هي الموضوع كبير قوي كده؟ ده لغايه امتى هتفضل مجلس اداره موجود ولجنه ماليه هي اللي بتدير، ويطلعوا بقى الناس اصل اللجنه الماليه دي اهلاويه، اصل اللجنه الماليه دي اللي جايبها كان ممدوح واحد متصور مع ممدوح عباس، اصل في واحد لسه قايل على ماتش الاتحاد والوقت الضايع يعني هو كل واحد هيقول ليه يا جماعه ده نادي الزمالك.